طارق نوفل، يعني رسائل كثيرة وجهها باولينهو قبل رحيله، وش أبرز ملف تحدث عنه هذا اللاعب قبل الرحيل؟ هو ما تحدث، هو قاعد يبرر موقفه معليش بين قوسين الانهزامي، أنا أسميه معليش حرام فيه الكابتنية كانت. مثل هذا اللاعب، مثل هذه النوعية من اللاعبين، أول شيء هو تحدث قال أنا بتوقف حتى يناير. إحنا في شهر كم الآن؟ شهر سبتمبر. سبتمبر لين شهر واحد، كم شهر بيجلس؟ ثلاثة شهور، أربع شهور تقريبا. أربع شهور وجالس قبلها تسعة شهور قبل الأهلي، ومشكلته يوم جاء الأهلي من تسعة شهور كان يبرر إنه تسعة شهور. الآن هذا كيف لاعب محترف في آخر عمره الرياضي جالس كل هذا الوقت ما يلعب؟ أنا ما أدري عن دموع، أنا ما أدري، أنا من ناحيتي صدقك ما أدري عنكم، لكن أنا ما همني كل كلام، أنا قلبي في الأهلي، أنت ما لك إلا شهرين، قلبي ما قلبي. إحنا نتحدث الآن بالحديث، حديث مستهلك جدا بكل أمانة، أتحدث إنه هذا الحديث مستهلك. الأهلي قدم لك كل شيء، وبل إنه في التمرين الأول سلمك الكابتنية، وهي دلالة على إنهم معطيني قيمتك اللي أنت اعترفت فيها، أنت تقول لم أحظى بهذا التشريف أو بهذا الحفاوة إلا في الأهلي. إيش اللي صار؟ إنك لما شفت الأهلي فريق يحتاج إلى قائد كبير، إلى لاعب باسمك أنت وبإمكانياتك بسيفيك وتاريخك، خذلته وقلت أنا عندي مشاكل. حريق في البرازيل، حريق في البرازيل، يعني ما أدري هالشيء هذا، أنا لا يمكن تصديقه صراحة. هي القضية مش قضية حريق، ما قضية قضية إنه وجد إنه لا يستطيع إنه يظهر بمظهر إنه شخص مكمل، أو أقل من إنه يكون مكمل في فريق الأهلي، واللي هو يحتاج في هذه الفترة. فريق لعب خمس مباريات بخمس تعادلات، كان ينتظرون من هذا النجم إنه يكون نجم سوبر ستار على بقيمة بانيجا، بقيمة كورنادو، بقيمة بريرا، بقيمة الأسماء باختلاف المراكز، قيمة الأسماء العالمية الموجودة. اللي قاعد أشوفه الآن إنه أنا أشوفه هروب أكثر منه تبرير، هروب من المسؤولية. وأثبت إنه لاعب يفتقد للثقة في النفس كثير وشخصية القائد، وهروب من الأزمة. المفترض إنه يكون هو أحد، طيب مو بأحد، هو أهم حلول الأزمة الأهلاوية. طيب أنت ما صدقته، أنت ما صدقته في هذه الجزئية، هل تصدقه في جزئية إنه والله الأهلي مقبل على مشروع مميز على الجماهير الصبر؟ هو ماله إلا يقول الصبر، هو ما عنده الشيء هالكلام هذا يقوله. كلنا نعرف الأهلاويين، أول شيء هذه رسالة مختلفة. لو قلت يا طارق ايش رايك، انا اعطيك راي، بس هو اللي قاله هو طبيعي جدا، انه في الاهلي مالك الا الصبر. وش بتسوي، وش بتسوي انت في الاهلي؟ انت اكثر واحد طالبت بتغيير الاداره وطالبت بتغييرات، كل شيء صار في الاهلي اللي يبغاه المدرج الاهلاوي. لكن وش اللي طلع الان؟ اللي طلع انه الفريق يحتاج، مشكله بعض الجمهور يعتقد انه بناء الفريق يبغى له جيب لاعبين وتنتهي وصلى الله وبارك. لا، الفريق ترى الأهلي كان عنده مشاكل كبيرة جدا. أنا أتكلم بكل صراحة، الأهلي أنا أعلم ولا أتكلم، لكن أنا أعلم أنه في الأهلي مشاكل مالية كبيرة جدا، استطاع الأخ ماجد نفيعي أن يحل جزء كبير منها، حتى وإن كان عن طريق التسويات أو طريقة تأجيل الدفعات، ولكن استطاع أنه يسجل ونحصل على الكفاءة المالية ويسجل لعيبة ويأتي بلاعب بحجم باولينهو، لاعب منتخب البرازيل سابقا ولاعب برشلونة سابقا، وكان فري كونتراكت، يعني عقد ما كان مرتبط بعقد، جاب مبلغ ترى يعني يعتبر بقيمته مبلغ قليل جدا، وكان هذه صفقة تحسب لماجد نفيعي. لم يوفق ماجد، مو لسبب انه أخطأ في اختيار هذا اللاعب، لا، لكن اللاعب نفسه هو اللي خذل الأهلي قبل ما يخذل ماجد نفيعي ومدرج الأهلي. الله يكون في عون ماجد النفيعي، والله حظه من يوم ما مسك الرئاسة ما ابتسم له حتى الآن.